واو خليني انا الان بدي اتابع برنامج المفضل على شاشة التلفاز. بس شوي طلعوا المنزل ما يلبصر، ليش؟ والله ما بعرف ليش. بابا تعال تعال، بابا تعال 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 يا احمد. نعم نعم بابا تعال، شوف كيف منزلنا صار مايل. ايه عن شو بتحكي انت؟ ايش صاير؟ هي احمد امبارح بالليل صار في زلزال وانت ما شعرت فيه، وبابا وانا كمان حسيت انه في صار زلزال. طلعوا كيف اصبح منزلنا غريب، طلعوا المطبخ، طلعوا غرفة النوم، طلعوا غرفة الثانية تبعت زعرور راي تبعت سوسي. يا حبيبي طلعوا كيف المنظر، كيف هي والله اختلف المنظر كتير كتير. والله انا حزين علشان هذا البيت. بابا 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 ويه بابا، شو رايك نلعب لعبة صعود اعلى هذا المنزل؟ اوه طيب ماشي ماشي، تعالوا الان احنا نجرب نصعد فوق هذا المنزل. خليني اقفز انا هون، اوبا زي هيك، شوفوا بنقدر انه نصعد اعلى هذا المنزل. والله يا احمد انك انت جالس بتسوي اشياء مجنونة. هو يلا يلا هاي نصعد اعلى منزل في العالم. بابا لو انه في كمان هيك اشي اطول بابا، واحنا يعني نصعد عليها بابا. فيها زعرور، سوسي زعرور اركبوا سيارتي الان، انا رح اوديكوا على هذا المكان الاسطوري. يلا بابا يلا يا احمد، انا مش متخيل انه كلامك صح. لا تخيلي تخيلي يا سوسي، هيا بنا لننطلق. واو واو هينا وصلنا على تحدي الصعود. بابا انا اليوم بدي اصعد للقمر، وانا كمان. شاهدوا 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 هذا اللي قدامكم، احنا اليوم بدنا نصعد عليه. اليوم احنا بدنا نكيف كتير 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 يا بابا، انا متحمس على الاخر. اذا يلا تعالوا معاي، الان التحدي غير، اليوم التحدي اوه قوي جدا. اوه يكسقت يا احمد. نعم يلا بسرعة بسرعة بسرعة، لازم احنا نصعد الى الاعلى. بابا والله هاي كتير خطيرة يا بابا وصعبة زي كنا. نعم يا زعرورة، بدها شوية تركيز، فخلينا انا اجي هون. يوبا وين الان؟ اوه زي هيك زي هيك، هاي بتقدروا انكم تتعلقوا على هاي الاماكن مثل هيك ومثل هيك. والله بابا انا فرحان كتير كتير لان دخلنا يعني مثل هاي اللعبة. اوه والله يا زعرور، يلا خلينا احنا نصعد هون، نصعد كمان هون، اليوم احنا بدنا نوصل للقمر مثل ما اتفقنا. شفتوا وين احنا كنا؟ كنا بالاسفل، الان بدأنا نصعد نصعد نصعد. احمد والله انا متحمس كتير كتير، بدي اشوف النهاية، ايش رح يكون بالنهاية ما بعرف. شوفي كيف المنازل البعيدة، الامور جدا غريبة. يلا يلا هينا احنا وراك يا احمد. بابا والله احنا وراك، والله بدأت شوية تركيز. نعم شوفوا احنا وين الان وصلنا، عند تحدي المواسير. هاي زي هيك هاي زي هيك. هي استنى احمد والله كتير اشي مرعب. بابا هنا انا بالاسفل، شايفك 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 يا زعرورة. يلا من هون اقفز زي هيك، يلا الان تحركوا تحركوا. يلا يلا هينا احنا وراك. والان قفزة وبا، اللي بسقط خلاص بتروح عليه، اللي بسقط خلاص باي باي مع السلامة. هينا احنا وصلنا على هذا المكان. انتبهوا 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 انتبهوا، وين لازم احنا نروح؟ يمكن هاي هون، ايوه نصعد على هذا المكان، من ثم لازم من وين لازم الان يا احمد؟ الان يا سوسي لازم تقفزي مثل هيك، حركي شوي شوي، توازن 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 توازن، وبعد هاي زي هيك. والله انا متوتر كتير كتير كتير. بابا هنا انا الان وصلت لعند القطار، اطلع فوق القطار. ايوه هاي زعرور زي ما انت شايفين. اوبا يلا احمد هنا وصلت لك. اهلا وسهلا يا سوسي. يلا من هون بعديها من هون، بعدين اصعدوا على هذا المكان، بعدين تعالوا هون. يا سلام على التركيز يا سلام على التركيز.
اليوم تركيز ولا شيء سوى التركيز، من ثم لازم نصعد احنا هون. شوفوا وين وصلنا، كنا بالاسفل اصبحنا الان في الاعلى. احمد روبلوكس لا يخطأ ابدا ابدا ابدا. بابا انا متوتر كتير كتير كتير. نعم يا زعرور فيها شوية توتر لكن عادي عادي. اوبا يلا كمان واحدة. اوبا اليوم يومنا يا اساطير. شوفوا هاي، يا سلام بعدين شوفوا هاي. احمد انت سريع كتير كتير، توقف شوية يا احمد. سوسي انا سريع وبدي ابقى سريع، الان لازم احنا نجي هون. دو نوت انتر، لا شو يعني دو نوت انتر؟ لا تدخل. لا انا رح ادخل ورح اخاطر في حياتي. سوسي من اليمين ولا من اليسار؟ ولا ما بعرف، انا بحكي من اليمين. بابا اني انا وراك. واحد سقط، طلعوا والله انه مسكين على الاخر. تعالوا نجي هون، اركضوه ومن ثم هاي صعبة، هاي صعبة. وي احمد ويت. لا بابا 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 بابا. زعرور فقدنا سوسي. لا احمد، سوس الان بالاسفل يا زعرور. والله بابا ماما راحت فيها. نعم هاي زيك، تقدم هون. الان تركيز بابا. انتبه انتبه انتبه. اوبا اوبا اوبا. يو شو هذا؟ ليش الصعبة؟ يلا بابا مثل هيك مثل هيك. هيني انا ورا الزعرور روبلوكس، لازم ننهي هذا التحدي. هاينا سوينا الان. بابا خلصنا؟ ما بعرف والله يا زعرور. شو هذا المكان؟ بابا شوف ايوه طلع مكان خطأ يا بابا. طلع خاطئ يا زعرور، واحنا جايين في المكان الخاطئ. والله طلعنا احنا قادمين بالطريق الخطأ، بس يلا مش مشكلة. خلينا اقرب انا زي هيك. يا رعلا لا 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 لا. بدي اسويها بسرعة، انا قادم. احمد ايش اللي جالس بصير؟ سقط انا وانت يا احمد. نعم يا سوسي، لكن انت الان راح تشوفي احمد روبلوكس الفرع الثاني. اليوم انت راح تشوفي احمد روبلوكس باسرع سرعة. وقعت سوسي سقطتي. والله يا احمد سقط. والله انا حزين جدا جدا على اللي صار. خلينا اصعد انا هون. تحرك تحرك، احمد روبلوكس سوف يسبق الجميع زي ما انت شايفين. اقفزون احمد روبلوكس، اليوم راح ينتقم من هاي اللعبة اللعينه. خلينا اركز انا من هون وبعدين اقفز لي من هون. ركز بعدين لف لي من هذا الاتجاهات. يا سلام يا سلام. بابا انا لساتني على قيد الحياة. سعرور سقط. والله بابا انا على قيد الموت يا بابا. يلا رجعنا من البداية. زعرور سقط، سوسي سقطت، الامور جالسة بتكون صعبة جدا جدا جدا. تعال هون تعال هون، وصلنا لعند المواسير الان. شاهدوا وبا وبا، شوفوا سرعتي. انا اليوم بدي اخلص هذا التحدي، انا اليوم بدي انتي من هذا التحدي وافوز فيه. يلا الان قفزه جميله، وبعديها الان انا لازم اني اروح على هذا القطار اللي موجود على اليمين، جميل جدا. ومن ثم لازم ان اجي هون. يلا اقتربنا اقتربنا على ذاك المكان يا حبيبي على السرعه. بسم الله الرحمن الرحيم زي هيك، ومن ثم صعد. يلا 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 يلا, يلا. استنى شوي، شون في أسرة؟ طلعوا في سرير طيارة لفوق وأنا بقعد 10 ساعات أسوي زيك. طلعوا في سرير هناك مسكت واحد جالس بقفز عليه. يلا بنتعلم من أخطائنا، بنتعلم إحنا من أخطائنا. فيلا ركز يا أحمد روبلوكس الآن من هذا الطريق من هذا، ومن ثم أصعد على هاي الحاويات، ومن ثم هون ومن ثم هون. أحمد أنت وين وصلت؟ وصلت على نفس المكان اللي تركتوني فيه يا سوسي ويا زعرور. هيني اوه كيفك؟ قفزت على السرير.
طلعوا من وين كيف بيختصروا الطريق؟ والله هذول بيختصروا الطريق. بابا انا اجيت من نفس طريقك يا بابا. اوه لانك طفلي ونصبوا عليك مثل ما نصبوا علي. يلا هون وبعديها هيك هيك وبعديها هيك 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 وبعديها تركيز تركيز تركيز. استني شوي سوسي، هاي القفزة ايش اللي بتودي على اليسار؟ يمكن خطأ. نعم شكلها خاطئة. هينا رجعنا على المكان اللي انت سقطت فيه. بابا سقط. بدأت أنا أغضب، بدأت أنا أعصب. اكسر اكسر ويه سقط. سقطت سوسي روبلوكس. يا ربي سوسي سقطت في هذا المكان مرتين. تخيلوا مرتين سقطت في مثل هذا المكان. فالآن أنا لازم أني أجي من هون. أين إحنا وصلنا هون؟ على الصبارة على الصبارة على الصبارة. ممتازة على القناة. هاي بعيدة، هاي بعيدة ولا أنا بتهيأ لي؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين. هيني أنا قفزت هون، الآن لازم أن أقفز قفزة عالية جدا 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 جدا. يا السلام، في كثير من اللاعبين متواجدين في هذا المكان، بس عادي عادي، الوضع طبيعي جدا 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 جدا. ايوه هون شوفوا وين وصلت. انا وصلت لمكان بعيد على الاخر. خليني اصعد مع هذا على الحاوية الحمراء على الحاوية الزرقاء مثل ما انتم شايفين. اليوم واليوم تركيز. شفتوا وصلت لمكان جديد، وصلت لمكان جدا غريب عجيب. طلعوا ما أبعدني، طلعوا ما أبعدني. الآن أنا أصبحت أنا بعيد جدا على القمر. هيني وصلت على القمر. شو هذا؟ لسه في طريق بالأعلى، بس يلا مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة. قفزة هون، الآن إحنا لازم نقفز هون. سقط. سوسي سقطت. والله يا سوسي الحياة الحياة صعبة كثير. يا با بابا شو هاي الأصوات؟ زعرورة، يا أصوات القتال، أصوات الحرب يا زعرور. هيني أنا سويت هاي، من ثم لازم لا. طلع وين رجعوني. شوفوا زعرور هيو لساته بيعاني، زعرور لساته بيعاني، زعرور زعرور لساته بيعاني طفلي الصغير. انا بابا انا خايف كتير يا بابا. بابا 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 هاي اللعبة بتجلطني يا بابا بابا بابا. والله وانا يا كمان يا زعرور. انا لحد الان مع حالي لبالي بصراحة بدي انجلط من مثل هيك دي الالعاب. هاي مش لعبة، هاي اسمها زبالة. ليش هيك بعد غضبتي؟ بابا سقط. لا يا ربي زنجبيل، لا يا ربي مستحيل. خليني انا اجي هون يا حليلي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. هيني تقريبا رجعت على نفس المكان اللي سقط منه. انا الان رجعت على نفس المكان اللي سقط منه. الامور تزداد صعوبة الى الان. الآن قفزة عالية زي هيك، الآن في قفزة أعلى من هاي بكثير بكثير بكثير. فيجب علي الآن أني أركز بكل قفزة بقفزة. أحمد روب يلا هون هون هون. يلا هاي لعيونكم يا متابعين الاساطير. يا سلام قفزت زيادة حتى كمان. هاي هوني انا سقطت بسبب هاي الخشب، انا سقطت. بسم الله الرحمن الرحيم.
سويته وبعدت عن المكان، بعدت عن ذاك المكان. الأمور تزداد صعوبة وبدأت أني أبعد كثير كثير عن البداية. الأمور تزداد صعوبة وأحمد روبلوكس يصعد إلى الأعلى وإحنا مش عارفين شو بصير معانا. فيلا بسم الله. لسه الطريق طويلة. لو 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 بسم الله. شو هاي؟ لا 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 ما 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 لا 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 ما بدنا نلعب هاي اللعبة. يلا سوسي زعرور ارجعوا على المنزل الآن. أنا رجعت، بدي أحاول إني تخيلوا هذا التحدي فقط لمرة واحدة، مني ما أتوقف نهائياً نهائياً نهائياً، تخيلوا ما أتوقف ولا ثانية. بابا جد أنت بتحكي ولا بتتمسخر وبتتهبل؟ لا يا زعرور رح أظني أنا داعس، فإذا سقط سقط، ما سقطتش هيني مكمل، شايفين؟ إذا وقفت ثانية واحدة بيكون في خطأ، بس أنا ما رح أتوقف، خلص أنا ما رح أرجع إلى المنزل، فرح أجي أنا من هون، شوف السرعة كيف، بدي أحاول إني أنا أشوف هذا التحدي، هذا التحدي أنا قرأته من أحد من المتابعين، حكى لي يا أحمد العب لعبة أونلي أب وما تسقط ولا مرة وإضلك أركض أركض أركض، فأنا الآن بدي أسوي اللي طلبوا مني، فخليني أنا أروح كمان، بدي أروح من الطريق المختصرة اللي أنتوا يا متابعين الأساطير فرجتوني إياها، وفي واحد من اللاعبين فرجاني إياها، فأنظروا كيف أنا جالس بعدي جميع التحديات، الآن شوفوا كيف أحمد روبلوكس إلى حد الآن ما وقف ركض، فقط ركض ركض ركض، هاي هون ممتاز، هاي في هناك سرير، هناك السرير هذا راح اقفز عليه من هون من ثم هون، يا سلام يا سلام، وبعديها بنطلع فوق هاي 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 وي. شايفين لحد الآن أنا ما سقطت، تخيلوه. ولا يا أحمد أنت سويت عن 10 دقائق من أنا ما سويت. نعم والله يا سوسي، ما هو الواحد مع الممارسة بصير يعرف كيف يلعب ويتحدى الجميع. الآن الأسرة هاي سوسي ما حلمت إنها تسويها. والله يا أحمد، فيلا هاي زي هيك، بعدها قفزة ولا ثانية راحة، ولا ثانية راحة، زي ما انت شايفين ممتاز الى حد الان، رائع رائع رائع. احمد روبلوكس يعود من جديد لكي يدمر العرض. شايفين التحدي اللي خسرني، التحدي واو واو، عدنا الى المدينة. والله يا بابا انا لعبة بتجلط على الاخر. والله وليش هيك السيارة بتسوي حركات؟ هاي اسمها هجولة يا زعرور، زي هيك وبعدين بنرجع لورا زي هيك، وهيك بنكون خلصنا التحدي. بدي ارجع وبدي اتابع برنامج المفضل لان اليوم تعبنا احنا كثير كثير.